السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا حكاية الفنان الجميل استيفان روستي، ودي قصة فعلا مؤثرة جدا جدا، وهتبكي من قلبك لما تسمع قصة الراجل ده اللي كان بيقوم بأدوار الشر، وكنا دايما نكرهه في أفلام كتير قوي قوي، لكن احنا ما كناش نعرف ان هو وراه مأساة كبيرة قوي قوي. اسمعني للآخر، هتسمع مفاجأة جميلة قوي قوي عنه في آخر الفيديو. المهم، القصة بتبتدي ان والده كان اسمه استيفان، على اسمه، هو يتسمى على اسم والده. المهم، كان والده دوق من الأسرة المالكة في النمسا، وحب واحدة إيطالية وحب يتجوزها، لكن ما كانش عندهم ان هو يتجوز واحدة من خارج بلده. المهم، اختار بلد ان هو يتجوز فيها ويعيش فيها ويبقى في امان، فاختار طبعا مصر، وجابها في مصر هنا، واختار حي شبرا واخد لها فيلا فيها، وقعدوا فيها فترة كبيرة لغاية ما خلفت استيفان. كان اسمه استيفان ديو روستو، ولكن فيما بعد محمد عبد الوهاب غيرها له، أو يوسف وهاب غير له الاسم وقال له هيبقى تقيل قوي فسميه استيفان روستو. المهم، طبعا بعد ما جه استيفان روستي، والده قال لوالدته في ظروف طرقت في النمسا عندنا، ولازم اسافر عشان في يعني ظروف، لان هو من الاسره المالكه ودي ظروف طرقت في البلد، فسافر عشان يتابع يعني. المهم، قال لها استنيني في الوقت المحدد من كل شهر، انا ابعت لك في المركب، على المركب واحد هيديك مبلغ من المال عشان تتعايش منه انت والولد. المهم، هو لما سافر طبعا الوالده خافت قوي وقالت ايه ممكن ان هو يقول لهم ان هو اتجوز وخلف فييجوا ياخدوا مني ابني وما شوفوش تاني، فقامت بايعه الفيلا وقامت واخده ابنها وسافرت على اسكندريه، خدت شقه هناك وسكنت هناك هي وابنها وقعدت. وكان قدامها واحد نجار، الواحد النجار ده اتجوزها، طبعا ما كانش بيحب استيفان ابن مراته، طبعا ما كانش بيحبه، ففضل لغاية ما استيفان كبر شوية كده والآخر قام طرده من البيت، فبقى يتلطم من هنا لهنا ويبيع ذرة هنا ويبيع ويشتغل بوسطجي هنا ويبيع حمص الشامي هنا. المهم، لغاية ما كبر شوية وفي يوم قاعد على قهوة سمع إن فيه إيه طالبين حد يرقص باليه في 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 الأوبرا. المهم، راح وقدم وقبل ورقص فعلا، دي زوجته، ودي زوجته إيطالية حبها فيما بعد واتجوزها، وأقول لكم برضو في القصة. المهم، رقص بليفة، في يوم من الأيام قالوا له احنا النهاردة أجازة علشان في فرقة النمساوية جاية هترقص بليه، فهو فرح قوي قوي، قال إن هما من بلدي وأنا لازم إيه أشوفهم يعني. المهم، فضل واقف معاهم ويشوفهم ورقص معاهم وخدوه معاهم لما عرفوا إن هو كمان نمساوي. وبعدين هي حب بطلة الفرقة وهي حبته، ده ابنه بالمناسبة وهقول لكم برضو قصته. المهم، حب بنت بطلة الفرقة وسافروا النمسا علشان يدور على ابوه عشان يعملوا عرض، وهو يروح يدور على ابوه وهي تروح تدور على حبيبها السابق تقول له انا حبيت واحد تاني وهسيبك يعني. المهم، راح يدور على ابوه وهي راحت لحبيبها، اتفاجئ ان لقى حبيبها هو نفسه ابوه. طب لما ابوه عرف الموضوع ده راح طرده من البيت طبعا. قعد يلف بقى شوية لغاية ما اشتغل هناك في المسارح وقابل محمد كريم المخرج وقال له لازم تيجي مصر وتمثل هناك. اجا بقى مصر ومثل فعلا، واتجوز اللي هي حبيبته الايطالية ديت اللي هي واحدة من ايطاليا، من النمسا، من ايطاليا، من ايطاليا، اتجوزها وخلف بينها توأم، واحد مات لما اتولد والتاني مات لما بقى عنده 3 سنين، وفضل هو بقى يمثل ويخرج ويعمل افلام كتير اللي احنا حبيناها، وكان ليه افيهات احنا بنحبها كتير واشتهر بيها اللي هي نشنت يا فالح وبتاعها تحزم وارقص، افيهات كتير قوي. المهم، هو لما توفى يقال ان هو اسلم واعلن اسلامه، وكان في وثيقه بذلك، وكمان زوجته اتجننت ودخلت المستشفى بسبب موته. السلام عليكم ورحمه